واحنا كنا بنشهد حاجة جميلة وحاجة رابط الانديه ولكن حاجة التحكيم حلوة. في عدم انضباط كل حاجه معانا الحكام من فضلك آه. يعني انا كرئيس لجنه الحكام يا ريت ابطل تصريحاتي بقى الكتيره بالظبط برافو عليك كل حاله تحكيم هطلع حللها كابتن هقول لك على حاجه جميله جدا مش هقول اسماء الاتحادات الاهليه بس هم قريبين مش بعيد عننا ايه اللي ماشي بشكل جميل جدا اتحاد ولجنه الحكام ليها موقع خاص بلجنه الحكام كل اسبوع بتجيب الحالات الجدليه كابتن اسلام بيطلع المسؤول يحللها بشفافيه وعداله وبيقول ان انا عندي خطا من حكمي في, في مباراه كذا, كذا وعندي حكم الفار كذا بطلع من منبر او موقع اتحاد الكوره ولكن ما ينفعش كابتن عصام تطلع في كل قناه تقول مره ان ركله جزاء كانت 50 50 اه وبعدين ما فيش في التحكيم 50 50 ما فيش في التحكيم <applause> يا كابتن عصام <عظيم تصفيق> 50 50 انت بتدي اوبشن للحكم النهارده انا هحسب 50 50 وكابتن عصام هيبقى سبورت ليا لا يا كابتن الكلام ده مش بنقول حكامنا هقول لك 50 50 بتاع كابتن اسلام لما انا عندي النهارده حاله جدليه انا كلجنه فنيه وبعمل تحليل للحكام 40 حكم بنعرض الحاله وبناخد راي الحكم كابتن اسلام انت حكم المباراه انت كابتن اسلام خدت فيها قرار احتساب لك الجزاء انت احتسبت ليه بتقول رايك طيب بناخد تصويت لل40 اللي قاعدين جماعه فانقسمنا في 20 قالوا ركله جزاء وفي 20 قالوا مش هجزة. احنا كمان لجنه فنيه التقدير مش عارفين هنا بنعمل سبورت للحاكم في القرار دي بتبقى في الغرف المغلقه كابتن اسلام حاله جدليه اختلفنا فيها بتبقى في الغرف المغلقه لما ما يطلعش انا كمسؤول اقول ان 50 50 وبعدين بعديها بيوم اقول ان ركله الجزاء غير صحيحه م. لا انت يعني يعني انا بقول رساله لعصام يا ريت تخف من تصريحاتك وتركز انت عندك شغل كتير يا عصام أوه. وعندك مشاكل تحكيميه من الموسم اللي فات بالزبط. ركز في شغلك لان المسابقه لسه طويله محتاجين حكام تركز لانك انت هتطلع في كل قرار تحلل هتغلط وهتعمل سبورت لحكامك مش مقبول خلي عندك الشفافيه والوضوح حكمك اخطا قول هنحترمك وانه انت حكم رئيس لجنه فعلا عندك خطا في الحكم قول خطا مساعد قول قول بعقل حكامي نركز شويه مع حكامنا كابتن لان مش هطلع كل مره اعمل سبورت وادافع على الحكام ما ينفعش عندك ممبر عندك منبر في اتحاد الكره تطلع من خلاله تتكلم ما ينفعش اطلع من القناه دي اخش القناه دي لا كتير قوي 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 سهور كابتن عصام وللاسف الشديد الكلام متناقض حضرتك انا سمعت انا سمعت الكلام ده انا سمعته عشان كده بقوله هو قال ان ركله الجزاء من فوق اه وكابتن عادل محمد عادل قال ان ركله الجزاء من تحت يعني خبط رجله وده قال مسكه من ايده طب انا اصدق مين؟ ما النهارده كمان رئيس رئيس لجنه الحكام حتى بعد المباراه مفترض ان انا بسال الحكم مم. حتى احنا لسه ما عملناش ميتنج للحكام محمد انت حسبت رجل جزاء دي ليه؟ كابتن انا حسبت رجل جزاء عشان واحد 2 ثلاثه يبقى انا حتى كرئيس لجنه الحكام لما اطلع اقول عارف يبقى أطلع اقول زي الحكم زي الحكم انما الحكم يقول من تحت حاجه وانا اقول من فوق ده بعدها كمان اه ولا من فوق ولا من تحت آه. ولا في ركله جزاء خالص أمم. واحنا قلنا قلنا الكلام ده ولكن احنا قلنا تماشيا مع احداث وسير المباراه والضغوط على الحكم قلنا نمر هو مر بالمباراة تحت احتواء برضه خلي واحنا هنا كابتن احنا عاوزين نساعد اه يا جماعه احنا هنا والله والله هنا قناه النادي الاهلي مش مجامله دائما وابدا كابتن اسلام وانا بقول الكلام ده لما بيجي بحالات تحكيميه عمري ما كنت قاسي على الحكم ايوه ولما اخطأ الحكم بقول له ازاي تطور من ادائك ولو عندي فرصه في التحليل اجيب تعديل اقوله انا كل ده بساعد لجنه الحكام طبعا وبنساعد الحكام كلهم اخواتنا ولكن يا جماعه احنا انتوا مش عايزين تساعدوا نفسكم انت كرئيس لجنة الحكام يا كابتن عصام خف من تصريحاتك اللي حصل ده انت اخطات فيه اطلع قول ان الحكم اخطا بالظبط كده اطلع أنا ايه المشكله انت عارف يا كابتن مصر هي دي المشكله إيه في في مشكله يا كابتن عصام هو ليه حضرتك بتدافع عن الخطا اللي كل مصر معترفه ما بيه؟ تطلع تقول يا كابتن الكلام ده هو اخطا في تصريحاته بهذا الشكل فليه حضرتك بتدافع عن الخطا بالظبط كده ايه المشكله يا كابتن عصام محمد عادل اخطا او ما قدرش يتكلم في الامور العامه ودخل في نقطه لا هيتعاقب لان كابتن النهارده عشان يبقى فيه انضباط هقول لك على حاجه معينه جدا انا بحيي النادي الاهلي يا كابتن كمجلس اداره النادي الاهلي هو النهارده النادي الاهلي لما بيجي يعترض بكل اسلوب بكله فيه احترام وتقدير أيوة. للتحكيم والراجل بيطلب حقه بعداله عمر النادي الاهلي يتطاول على حد ولا قال ادب على حد ومجلس اداره دايما 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 حريص على النقطه ديت ان يبقى في تواصل ما بينه وما بين عناصر اللعب مظبوط انا بقول الكلام ده ليه؟ كابتن عظام حاسب حكامك ركز في الدوري اللي جاي الامور صعبه هتطلع انت تحلل والحكم يطلع يحلل يبقى احنا النهارده مش هنشتغل هي دي المشكله اللي احنا عندنا يا الاسلام اسلام يجب يكون نقطه انضباط من النهارده اه, تسعة ايام حضرتك اعتقد 10 ايام